بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وردنا على الصفحة بيقول هو عارف إن عمليات تكبير القضيب أو زيادة السمك عن طريق الفيلر دي بتبقى مؤقتة وبتعوز تتحين كل سنة، وبيسأل هو في حاجة دايما يعني ما يعملهاش تاني؟ طبعا في اللي هو البروسيزس اللي هو السيليكون مش الفيلر، يعني الفيلر ده بيبقى كولاجين. الكولاجين ده يعني بيتحقن زي بسرنجة الانسولين كده عادي خالص، يعني مش عملية. ممكن تحقن الكمية اللي انت عاوزها عشان توصل للحجم المطلوب، ولكن مشكلته طبعا ان هو مش دائم. لو عاوز حاجة دائمة طبعا في اللي هو الامبلانس البروسيزس اللي هي السيليكون، اللي هي زي مثلا في حاجة اسمها نيوما، وفي حاجات بتبقى اكسترنال بتتحط يعني تحت جلد القضيب، وفي حاجات طبعا اللي هو الديرمال سيلر ماتريكس وحاجات تانية بيسموها الكاندوم، يعني لان هي بتبقى زي الكاندوم كده بتتلبس على العضو الذكري بس تحت الجلد، يعني بتفتح الجلد وتدخلها زي الكاندوم كده، كأن الشخص لابس كاندوم بس بدل ما فوق الجلد بيبقى تحت الجلد. الحاجات دي بتزود السمك. في منها حاجات طبعا يعني ليها شعبيه شويه بره، وفي حاجات بتبقى يعني شعبيتها اقل بسبب انها يعني تكلفتها عاليه شويه، ولكن هي الحاجات اللي هي الدائمه بتبقى زي الدعامه بالظبط، بس هي خارج التيونيك او خارج النسيج الكافي وخارج النسيج الاسفنجي، خارج المنطقه اللي هي الانتصابيه تماما. بتبقى مادة من السيليكون ومحطوطة تحت القضيب، تحت جلد القضيب وتحت اللي هي الطبقة اللي هي تحتيه اللي هي الفاشية، أو يعني نقول إنها محطوطة تحت الجلد بسمك عدة مليمترات. طبعا ملهاش علاقة بالانتصاب وملهاش علاقة بأي حاجة في عملية الانتصاب أو عملية القصف، هي حاجة لمجرد زيادة السمك. تتعمل لزيادة السمك او لزياده الحجم اثناء الارتخاء، يعني لو في واحد مثلا عنده اللي هو قلنا لوكر روم سندروم، يعني اللي هو ان العضو عنده بيكون حجمه اثناء الارتخاء صغير جدا وبشكل يعني بيخجل او بيتكسف ان حد يشوفه، بينما اثناء الانتصاب الدنيا كويسه قوي، فما عندوش مشكله غير وهو مرتخي، ودي حاله موجوده، دي تعتبر علاج جيد ليها برضه بالاضافه الى العمليه الجراحيه. فلو الخيار في الحاله دي ان هو يعني يركب الحاجات اللي قلنا عليها دي اللي هي السيليكون دي، او ان هو يعمل عمليه الاطاله اللي هي في عمليه مخصوصه بتساعد على اطاله العضو اثناء الارتخاء لحاله اللي هي اللوكر روم سندروم. اسم الحاله كده ان هو يبقى الشخص عنده الحجم كويس جدا اثناء الانتصاب الطول والمشكله اثناء الارتخاء، وده طبعا بيسموها لوكر روم سندروم، يعني حاله غرفه تبديل الملابس، لانه بيتكسف يغير قدام اي حد، لان يعني دي بتبقى طبعا بره يعني في دول بره يعني بيبقى تغيير في اوضه الملابس عادي كله مع بعضه، يعني مش بتفرق كتير، يعني هو بيتكسف يقلع قدام اي حد. عندنا لو بيتكسف يلبس مايو على الشط، دي بتبقى اللي هي الشكوى الاساسيه، او يجي واحد هيتجوز يقول لك انا مش ممكن اقلع قدام مراتي كده، لسه هيتجوز وقلقان من النقطه دي، كل همه ان هو اول ما يقلع هتاخد عنه انطباع من اللحظه الاولى، هو طبعا كده معتقد القصه دي، بينما طبعا احنا بنقول ان حجم العضو اثناء الارتخاء لا قيمه له اصلا عند الطرفين، ولكن الموضوع بيبقى له اثر نفسي، لا سيما ان هو بيبقى مترتب معاه من زمان، يعني مش بيبقى بقاله يوم او ليله، ده من بدايه بلوغه وهو بيشتكي من هذه النقطه. وشكرا.